أهلا بكم في هذه التغطية المستمرة في اليوم 22 من الحرب. وفي آخر التطورات، الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة يندد بزعماء الدول العربية بسبب عدم تحريك المساعدات، ويقول إن اتصالات جرت في ملف الأسرى وكانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق لكن إسرائيل ماطلت. كما وأكد أن العدد الكبير من الأسرى الإسرائيليين في القطاع ثمنه تبييض كافة السجون من كافة الأسرى الفلسطينيين، وصرح أنه إذا أرادت إسرائيل إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فحماس مستعدة، وإذا أرادت مسارا لتجزئة الملف فهناك استعداد أيضا. أما رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي فيقول إن إسرائيل مضطرة للدخول البري إلى غزة. أتحول إلى مراسل I24 نيوز عمر ربيع المتواجد في جنوب إسرائيل. يعني عمر، يبدو أن هناك المزيد من صافرات الإنذار في مناطق جنوب إسرائيل وغلاف غزة وأيضا لربما مركز إسرائيل. صحيح أسيل، في هذه الأوقات تدوي صافرات الإنذار في مدينة ريشون لتسيون. كنا قد رأينا قبل قليل يعني انطلاق قذيفة من قطاع غزة، رأيناها وهي تشق طريقها نحو ريشون لتسيون، وبالتالي فإن هناك أيضا ضربات من قبل المدفعية الإسرائيلية بالقرب منا نحو قطاع غزة على ما يبدو ردا على هذه القذيفة. عدا عن ريشون لتسيون الآن، فإنه في الساعة الأخيرة أصيب إسرائيلي في رمات جان جراء انفجار أو حول جراء انفجار قذيفة أطلقت من قطاع غزة. كانت هناك رشقة أيضا باتجاه أشكلون، تل أبيب، حولون، وأيضا كريات أونو قرب شرق وجنوب شرق تل أبيب. نريد أيضا أن نشير إلى أنه بما يتعلق بالعملية البرية، فإن يعني الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أو قائد هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي عاد وكرر ما قاله وزير الأمن الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، أن الجيش بدأ بالفعل مرحلة جديدة في العملية البرية، وقال إن الجنود الإسرائيليين ما زالوا يقومون بنشاطات داخل أراضي قطاع غزة، مشيرا إلى أن أهداف العملية تحتم على الجيش هذا الأمر. ونريد أيضا أن نقول أن الجيش الإسرائيلي توازيا مع نشره فيديو من لقواته داخل قطاع غزة، فإنه كرر وجدد أن كلما اتسعت رقعة العمليات البرية داخل القطاع فإنه سيتم توسعة أيضا يعني المساعدات الإنسانية داخل القطاع. إضافة إلى أن يعني أيضا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يستعد بمعية وزير أمنه جالانت، إضافة إلى يعني الوزير وعضو الكابينت الحربي جانتس بإلقاء خطاب تلفزيوني أو مؤتمر صحفي مشترك بينهما في تمام الساعة 8:30 في التوقيت المحلي لإسرائيل. ولأول مرة منذ اندلاع الحرب سيكون هناك مجال مفتوح للصحفيين الإسرائيليين توجيه أسئلة ستكون على ما يبدو صعبة لنتنياهو حول يعني الإخفاق، إخفاق 7 من تشرين الأول أكتوبر. أسيل، هناك العديد من الأسئلة المفتوحة التي سيتم على ما يبدو فتح لجنة تحقيق يعني برلمانية لربما أو رسمية في إسرائيل بعد الحرب، ولكن هذا لن يمنع الإعلام العبري على ما يبدو من توجيه هذه الأسئلة لنتنياهو حتى في ذروة هذه الحرب. نعم عمر، ويعني بعد ساعة تقريبا أو ساعة ونصف هناك مؤتمر صحفي لبنيامين نتنياهو ووزير الأمن أيضا كما أشرت، ولأول مرة سيجيب نتنياهو على أسئلة الصحفيين منذ بداية هذه الحرب. سيكون هذا فعلا يعني حدث مهم في هذه الأيام. شكرا لك عمر ربيع حتى اللحظة على كل هذه المعلومات، وأتحول إلى ضيفي هنا في الأستوديو
الاستوديو السيد جريشا ياكوبوفيتش، ضابط سابق خبير في الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، مرحبا بك معنا. يعني قبل قليل كان هناك كلمه للناطق باسم حركه حماس ابو عبيده، وهو قال بشكل واضح ان كان هناك تقدم في ملف الاسرى، وهو قال ان اسرائيل ماطلت في هذا الشان. مسجرت تقنية بيولا في إطار خطط العمل التي أفهمها من قبل حماس، لديهم خطة من 6 محاور تحدثنا عنها: إطلاق النار، الوعي، وواحد منها موضوع المخطوفين. رأينا أن حماس يحاول أن يخلق معادلة كما خلق ذلك سابقا، مثل ما حدث مع حزب الله بالشمال، كل أسبوع يحرر 2 من المخطوفين وهكذا يؤجل الدخول البري. سمعنا جميعا عن محاولات مختلفة للحوار للحديث بواسطة قطر أو المصريين للوصول إلى صفقة أكبر. إن حدث هذا فيبدو أن الاقتراحات لم تعجب الإسرائيليين. لو كنت من يتخذ القرارات كنت سأقول كل الأسرى وكل المخطوفين بدون عمليات التسويف والمماطلة الأسبوعية. سيد جريشا أبو عبيدة قال بشكل واضح أن حماس مستعدة للانتهاء من هذا الملف مرة واحدة أو حتى بمسار التجزئة. لأن أبو عبيدة قال أن الأسرى بأيديهم هي الكمية الكبيرة، هذه الكمية الكبيرة وتكفي لتفريغ كل السجون من إسرائيل. هذا ما يجعلني أفهم أن شيئا ما لم يعجب إسرائيل بأجزاء هذه الصفقة. أعتقد أن هذا لن يحدث، لن تكون صفقة من هذا الشكل، والصفقة الوحيدة التي يمكن أن تكون أن يدخل حماس إلى الزاوية وأن يضطر إلى تحرير المخطوفين مع إنجازات قريبة إلى الصفر. إذن أنت تقول أن حتى ولو طالبت عائلات الأسرى يعني الإسرائيليين أو أهالي المختطفين في قطاع غزة، وهم قالوا بشكل واضح أن لا مشكلة لديهم بتحرير المختطفين من قطاع غزة مقابل تحرير كافة الأسرى من السجون الإسرائيلية حتى ولو كان عددهم كبير جدا وهو ما يقارب 6,000 أسير، أنت تقول أن الحكومة لن توافق على هذا الأمر؟ تري لدينا مجهودين متوازيين، جهد لتحرير المخطوفين وهو الجهد الأعلى، والثاني تقويض قوة حماس أو تدمير حماس وهو على نفس المستوى تقريبا. بمكان ما لا يستطيع هذا المحوران أن يعيش معا وسيتصادمان. حماس يفهم ذلك، وبطريقة عمله هو توقع أن يكون هناك ضغط من قبل الأهالي. وأعتقد أن بيان أبو عبيدة حديث كحلون وهذا هو اسمه إعلانه ينم عن قلق وضغط من جانبهم، لأنه يريد تحرير كل الأسرى. سنكمل في هذا الشأن. دعني أتحول إلى مراسل I24 نيوز أدهم حبيب الله المتواجد في شمال إسرائيل. أدهم، هل من جديد؟ يعني اولا الهدوء، يعني الحذر وسيد الموقف بعد اعلان الجيش الاسرائيلي قبل قليل عن يعني الغارات او اطلاق حزب الله قذائفها وسقطت في مناطق مفتوحه في الجليل الغربي، ونحن نتحدث عن عده مناطق سقطت بها العديد من الصواريخ دون وقوع اي اصابات او اضرار بحسب البيانات الرسميه الصادره. في المقابل يعني الجيش كما اشار في بيانه اغار ايضا على مواقع تابعه لحزب الله في لبنان. في نقطة أخرى يعني يمكن التنويه، يعني نحن نتحدث عن أهمية أيضا الجبهة الداخلية في الأسبوع الرابع على التوالي مع دخول أو بدء هذه الحرب. على الأقل يمكن القول بأن بعض المناطق التي تشهدها البلدات الشمالية يعني بدأت الحياة تعود تدريجيا على ما كانت عليه في السابق قبل 7 أكتوبر، بمعنى انتظام مثلا في العديد
العديد من المناطق الدراسة وأيضا إعادة فتح المدارس بشكل رسمي. نحن يعني نحدد ونوضح أسيل بأن الحديث هنا ليس عن المناطق الحدودية التي تبعد يعني كيلومترات، إنما نحن نتحدث عن بلدات كانت ضمن خط النار وأيضا ضمن قواعد الاشتباك، أو على الأقل يمكن القول بأن العديد من المناطق التي يعني كان يتواجد بها الجيش الإسرائيلي، وأيضا أعطيت هناك أوامر بالالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية، على ما يبدو بأن عودة انتظام الحياة يعني بشكل تدريجي في العديد من المناطق، وبسبب كما يقدر البعض التزام إسرائيل وحزب الله بقواعد الاشتباك حتى اللحظة على الحدود الشمالية، وأيضا يعني ذلك يتعلق بتطورات العملية العسكرية البرية في قطاع غزة. النقطة الثانية لربما هي الأهم تتعلق وفق بعض المصادر بالرسائل التي أبرقتها إسرائيل لحزب الله، مفادها بأن تريد تدمير لبنان أو إعادة لبنان إلى العصر الحجري. لربما هذا ردع في هذه المرحلة حزب الله من تطوير أو الدخول إلى هذه الحرب، وأيضا توسيع رقعة الاشتباك وأيضا استهداف نقاط داخل العمق الإسرائيلي. ولذلك يعني يقدر البعض في هذه المرحلة بأن حزب الله لربما قد لا يدخل المعركة بسبب يعني التهديدات الإسرائيلية وأيضا الأوضاع السياسية الداخلية، لا سيما وأن لبنان يعاني من أزمة سياسية واقتصادية، وأيضا هناك أزمة وفراغ رئاسي إن كان ذلك في مجلس في الحكومة وفي رئاسة الجمهورية. وإسرائيل يعني باتت تعلم جيدا بأن قضية حزب الله باتت يعني مفروغ منها، بمعنى استهداف حزب الله هو أمر صعب بسبب ترسانته العسكرية وأيضا قوته منذ عام 2006، وهي تقوم بتهديد لبنان وأيضا تهديد الحياة المدنية والاستهداف البنية التحتية من أجل ردع حزب الله من الدخول في هذه الحرب. ولكن كل هذا يعني في نهاية المطاف هو سيناريو، لأننا نعلم يعني حتى إسرائيل يعني لم تكن تعلم بهجوم حركة حماس المباغت في 7 أكتوبر، ويعني العديد من الدراسات وأيضا العديد من الخطط العسكرية المطروحة التي كانت يعني حتى اللحظة تتحدث عن خطة حزب الله باحتلال إسرائيل يوما ما تحديدا. نحن نتحدث عن منطقة الجليل، ولذلك يعني إسرائيل لا زالت ترفع من حالة التأهب في العديد من المناطق الشمالية، على الرغم من أن القصف والاستهداف تم تخفيضه على الأقل، انخفض بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. نعم أدهم، شكرا لك على كل هذه المعلومات. حدثني من شمال إسرائيل أدهم حبيب الله مراسل أوتين تفور نيوز. أتحول إلى قطاع غزة وإلى الصحفي المختص في الشؤون الفلسطينية سهيل ناصر، ليس معنا. حسنا أعود إليك سيد غريشا، يعني اليوم بالذات كان هناك مظاهرات ضخمة في إسطنبول، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدلى بتصريحات أغضبت إسرائيل جدا يمكن القول، بعد أن أولا قال أن حماس ليست إرهابية، وقال أن هذه يعني مقاومة طبيعية ضد إسرائيل الذي وصفها بالمحتلة، وأيضا شخصيات مهمة مثل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة قالوا بشكل واضح أن يجب على كل جهة أن تتحمل المسؤولية وأن التاريخ سيحاسب الجميع. يبدو أن هناك فعلا بدأ بعض الشيء ضغط دولي على إسرائيل، إلى أي مدى يؤثر هذا عليها، وهل ستستجيب أصلا لهذه الضغوط؟ يعني كانت جهات تؤيدها والآن باتت جهات تقول بشكل واضح أن عليها إيقاف هذه الحرب. لجبهة تركيا أردوغان، بالنسبة لتركيا أردوغان أنه فرع للإخوان المسلمين، هذا ليس جديدا، لدينا إخوان مسلمين في تركيا في غزة حماس، وإخوان مسلمين في مصر ويعالجهم السيسي بشكل جيد، هناك أيضا في الأردن ويعالجهم الملك جيدا، كل واحد يواجه الأمر بأرضه. تركيا هذه ليس المرة الأولى التي فيها توتر
ليس من فترة طويلة أعيدت العلاقات الدبلوماسية، لم يكن هنا ملحق ولا سفير لمدة طويلة. وأردوان ينسى أنه في هذا الأرضية الأخيرة البعثة الإسرائيلية أنقذت مئات من الأتراك، وقبلها بسنوات أيضا فعل ذلك إسرائيل وأنقذت الكثير من الأتراك، ولكن ذاكرته قصيرة المدى. الضغط الدولي سيزيد، وهذا جزء من ذلك النشاط والاستراتيجية الحماسية. الورقة الإنسانية أبرزت بسرعة، هناك ثلاثة حالات إنسانية، هناك ضائقة كبيرة جدا، هناك أزمة وكارثة. أنا كمن اشتغل بالمواضيع السياسية الإنسانية أقول أننا في مستوى عالي جدا، آلاف من الناس انتقلوا من الشمال إلى الجنوب، يعيشون في ظروف غير معقولة، الوضع معقد ومركب، ولكن لم نرى صورا بغزة. هناك ناس يأخذون الدواء ويطبخون غذائهم إلى آخره. أنا أميل إلى الاعتقاد بأن هناك ضائقة كبيرة جدا، وسريعا سيحاول حماس أن يجعل الأمر يحول الأمر من ضائقة كبيرة إلى كارثة ليزيد الضغط على إسرائيل. هذه أمور تسير بالموازاة، الدخول كلما كان الدخول البري أكثر حدة واتساعا سنرى الموضوع في المخطوفين والموضوع الإنساني مثل معايير نراها عندما يدخلون، فهذه المعايير ترتفع لمحاولة كبح إسرائيل، لذلك حماس مضغوطة. طيب كيف ينظر الجانب الإسرائيلي سيد غريشا إلى هذا القصف المستمر من قبل قطاع غزة، رغم يعني استمرار القصف ورغم الدخول البري المحدود بعض الشيء؟ يعني هل هناك إحباط معين، لاسيما وأن قائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي قال قبل قليل أنه على الجيش الدخول البري، يعني لا محالة من هذا الخيار؟ إذن هل هناك إحباط معين من يعني لدى الجيش الإسرائيلي بعد كل هذه أو كل هذه المعركة من أن حماس لا زالت لديها نفس القدرات؟ هناك عدة أمور جيدة حدثت في إسرائيل على أثر الهجوم، هجوم حماس، رغم أن الأمر يبدو ليس ذا صلة، ولكن خلقت وحدة. يبدو أننا كنا بحاجة إلى هذا الحدث الصعب لننتج وحدة إسرائيلية، لدينا وحدة لم أرى مثلها أبدا، هناك دافع لرص الصفوف ودعم المستوى السياسي والعسكري، وهذا لم أره قبلا، وهناك اتفاق وتوافق على أن حماس يحرج المسلمين أيضا، فالأقليات في إسرائيل أيضا محرجين من هذا الأمر لأنهم لا يريدون أن يلتصق بهم. هذه الأشياء الفظيعة الرهيبة، لذلك لا أرى إحباطا في إسرائيل، لا أرى خوفا، هناك صواريخ تسقط، ينظفون، يرتبون الأمور. حماس سوف يستمر بالإطلاق، لقد حضر نفسه منذ سنتين، لديه مخزون من الصواريخ والقذائف، وتحضر لإطلاقات 3 أو 4 مرات في اليوم، إطلاق استراتيجي إلى المركز وإلى آخره، مثل ما كان الإطلاق بمنطقة دمونة. هذا لن ينتهي. دعنا نعود إلى أدهم حبيب الله المتواجد شمال إسرائيل. أدهم، لديك صافرات إنذار الآن؟ نعم، الحديث عن صفارات إنذار تحديدا في منطقة مرجليوت، وهي منطقة تقع بالقرب من هضبة الجولان تحديدا عند جبل الشيخ، صنعت صفارات الإنذار قبل قليل هناك. حتى الآن لا يوجد أي أنباء رسمية تتحدث عن إطلاق صواريخ
أو محاولات تسلل، ولكن سماع صفارات الإنذار يكون في بعض الأحيان ناتج عن إطلاق قذائف هاون، يعني بحسب ما يصل في الساعات الأخيرة، أو على الأقل يمكن القول في بعض الأحيان محاولات تسلل. يجب الإشارة إلى أن غالبية الصواريخ على الرغم من أن المنطقة أو المناطق التي نتحدث عنها تقع بالقرب من هضبة الجولان، إلا أنها في بعض الأحيان تطلق من الأراضي اللبنانية. حتى الصواريخ التي يعني أسقطت بالقرب من مدينة طبرية وأيضا في مناطق هناك متاخمة أطلقت من لبنان، بمعنى أن رقعة الاستهداف أو وصول الصواريخ بإمكانها أيضا أن تصل إلى يعني إلى مناطق أيضا بالقرب أو عند المثلث الحدودي تحديدا بين الأردن وبين سوريا وبين لبنان وإسرائيل. ولذلك يعني حتى الآن لا يوجد أي أنباء رسمية سوى سماع صفارات إنذار. سنوفيكم بطبيعة الحال بتفاصيل أكثر عن ما إذا كان هناك محاولات تسلل أو إطلاق صواريخ. شكرا لك أدهم. أتحول إلى الصحفي المختص في الشؤون الفلسطينية من قطاع غزة سهيل ناصر. سهيل، يعني قبل قليل كان هناك كلمة لأبو عبيدة، بداية كيف تقرأ خطابه؟ نعم، يعني أبو عبيدة تحدث في نقاط مهمة ورسالة تحدي إلى الاحتلال الإسرائيلي، وتحدث في نقطة مهمة وكما قال على لسانه بأنه إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون، وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فمستعدون أيضا. ماذا يعني هذا السؤال؟ أيضا بأن يعني معنى ذلك لأن إذا أراد الاحتلال أن ينهي ورطته الحالية في قطاع غزة وأراد أن ينهي هذا الملف دون أن يستمر في التوغل وفي وأن يعني يتوقف أو يغوص في وحل غزة، نحن مستعدون لإنهاء هذا الملف على الفور. وإذا أراد تجزئة هذا الملف والمماطلة ومحاولة أن يكون هناك أو يرسم ملامح نصرا للاحتلال الإسرائيلي من خلال استمرار القصف الإسرائيلي على المدنيين أيضا، فهذا الأمر أيضا مستعدون له. معنى ذلك بأن كل المسارات والتوقعات لدى حركة حماس وكتاب القسامة التابعة لها هي جاهزة وعلى الطاولة وتتابع جيدا ما يجري في الميدان. وقال أيضا بأن الفصائل الفلسطينية في غزة والمقاومة هي جاهزة ومستعدة لاستقباله بريا، وأن التأجيل الذي يعلن عنه الاحتلال الإسرائيلي في دخول غزة بريا هذا يعطي أيضا رسالة واضحة بأن هناك تخوفا كبيرا لدى الأجهزة أو لدى الجيش الإسرائيلي للدخول إلى قطاع غزة، خوفا من أن يأسر كتائب القسام أو تأسر الفصائل الفلسطينية مزيدا من الأسرى ومزيدا من الجنود، وبالتالي تزداد الأمور أكثر تعقيدا، وبالتالي هذا الأمر سيشكل عقبة كبيرة. وواضح أيضا أسيل في الميدان بأن إسرائيل تريد أن تفاجئ الفصائل في غزة كما حدث على غرار 7 أكتوبر، وبالتالي تريد أن تدخل وتضع ملامح وشكل لنصر جديد في قطاع غزة من خلال التصوير أنها دخلت إلى أنفاق وأنها ألقت القبض على عناصر كبيرة وقيادات كبيرة من حركة حماس، وبالتالي تريد أن ترسم نصرا جديدا، وبالتالي حققت ما أرادته للجمهور الإسرائيلي أولا ولعائلات الأسرى أيضا، والمحاولة أيضا بالبحث عمن هم من الأسرى الذين اعتقلتهم أو أثرتهم حركة حماس في غلاف غزة. على أي حال طب سهيل، أنت أشرت يعني إلى ما قاله أبو عبيدة حول ملف الأسرى، هل ربما هذه المرونة يمكن أن نقول بأنه قال بشكل واضح أنه إذا أرادت إسرائيل إنهاء الملف مرة واحدة أو بطريقة التجزئة فحماس جاهزة بكلتا الحالتين، هل ربما يشير إلى يعني أن حماس موجودة في نقطة ضعف وأنها باتت غير قادرة على الاستمرار في هذه المعركة وتريد إنهاء هذه الحرب؟ على العكس تماما، أنا أرى بأن بهذا التصريح هو يريد أن يضع الكرة الآن ويوضح الأمر للمجتمع الإسرائيلي بأن هذه الحكومة هي تخدعكم ولا وغير معنية أيضا بملف الأسرى، وهي قتلت 50 من الأسرى الذين الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ولم يوضح طبيعة هؤلاء الأسرى سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، وبالتالي هذا الأمر يجعل الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي، والمجتمع الإسرائيلي سيضغط أكثر على الحكومة من أجل التحريك في هذا الملف، وهذا الأمر أيضا سيكون له تبعات بتخفيف أيضا الضغط على قطاع غزة أو تخفيف القصف على قطاع غزة، تخوفا أيضا من أن تقتل هذه الاستهدافات أيضا لأسرى
الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس. على أي حال يعني واضح بأن الخطاب مدروس بشكل جيد، وهو يشكل حالة من الإحراج الكبير أيضا للاحتلال الإسرائيلي. وأيضا كان هناك رسالة أيضا للمنظمات العربية التي المنظمات الفلسطينية تعقد اجتماعا قياديا في بيروت اليوم لبحث الحرب في غزة، وأيضا أبو عبيدة يعني ندد بعدم يعني فعالية أو استجابة الدول العربية لما يجري في غزة. ما هي المطالب أو ماذا تتوقع حركة حماس وأيضا أهالي غزة من قبل المجتمع الدولي وخاصة الدول العربية وهذا الاجتماع أيضا للمنظمة الفلسطينية؟ يعني المختلف في هذه المرة بأن هناك دعما غربيا واسعا ومفتوحا للاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي في هذا الإطار يقابله أيضا ضعفا عربيا، وإن كان هناك محاولات خجلة لتحريك أيضا الملف الفلسطيني ومحاولة لإيقاف العدوان الإسرائيلي، وحتى إن كان هذا التوافق وجد في الجمعية العمومية للأمم المتحدة ولكنه لم تلتزم ولن تلتزم به إسرائيل، وبالتالي هذا الأمر سيجعل موقف الدول العربية متفرجا ومحاولتها فقط للسعي وللضغط لإدخال المواد الغذائية والإغاثية فقط إلى قطاع غزة. نعم سهيل، أعود إليك سيد جريشة، يعني اليوم كان يوم حافل جدا بالنسبة لأهالي المختطفين الذين يطالبون بإعادة المختطفين، وبعد قليل هناك كلمة وكما نرى في هذه الصور المباشرة أهالي المختطفين متوجهون الآن في تل أبيب ويطالبون بإعادة المختطفين. هل سيكون هناك جديد بحسب رأيك في تصريحات رئيس الوزراء في هذا الملف باقتضاب لو سمحت؟ أنا مبين شراشة ممشلة أفهم أن رئيس الحكومة والوزير جانت سوف يعقدان مؤتمرا صحفيا، سنرى ما الذي يحدث. الأهالي سوف يضغطون على الحكومة، ما قاله أبو عبيدة هو الإعلام للإعلام وهذا دليل على الضغط. شكرا لك على كل هذه المعلومات جريشة ياكوبوفيتش، ضابط سابق خبير في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولسهيل ناصر المختص بالشؤون الفلسطينية من قطاع غزة، ولشبكة مراسلنا، ولكم مشاهدينا شكرا على طيب المتابعة. تابعونا مجددا على رأس الساعة، إلى اللقاء.